من غير المفاجأة أن يكون التركيز كله عليه اليوم. هداف الدوري يخطف كل الأنظار في هذه اللحظات، تهديد لكل منافس الآن، الجميع يدرك قدراته التهديفية الكبيرة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. سأكون معكم أنا فارس عوض في تغطية حية ومباشرة. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، فريق أبها في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. مباراة مهمة حقيقة، لأن يمكن من خلالها المدرب بأن يجرب بعض الأساليب والخطط واللي ممكن تساعده في المباريات الرسمية. يتدخل وينجح في استعادة الكرة. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. بيرسل لك كرة لوسط المنطقة. ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. من مسافة بعيدة، شوف اللقطة، شوف الكرة، صعب جدا دخول هذه الكرة. الأضواء كلها مسلطة عليه بشكل كامل في مباراة اليوم، والكل يترقب ماذا سيقدم في هذا اللقاء. الشائعات أصبحت حقيقة الآن، مسيرته فرصة كبيرة للتسجيل، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. تمريرة رائعة. دفاع في الموعد بيخلص الكرة. الكرة تتجاوز الخط في المباراة. الدفاع يتواجد في الخلف وينتظر الضغط بكل تأكيد. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. هجوم من الاتحاد. تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. اوهو تصويبة. هل يسجل التقدم؟ الله، بدأوا القمة، اشعلوها اشعلوها. 1-0 مشاهدينا في كل مكان. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم. كل متابعي كرة القدم يدركون جيداً بأن الاستحواذ لا يعني بالضرورة التفوق. من المهم بأن يكون لدى الفريق تنوع كبير في أسلوب لعبة داخل أرضية الملعب، وهذا ما نشاهد اليوم. خطورة أكبر وتفوق في النتيجة رغم الاستحواذ الأقل على الكرة، وهذه هي الفاعلية. تصويبة قوية، والحارس يتصدى للكرة. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز. فرصة قائمة الآن. الشوط الأول ينتهي الآن، الفريقان إلى غرفة الملابس، ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. ثباتة. أحمد، يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي.
ثباتا. يتوغل باتجاه المرمى. هذه هي. حارس المرمى يظهر براعة كبيرة في لقطة بالتأكيد فيها مرونة جميلة في الارتماء على الكرة. ركنية اللعب. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ممتاز جدا في التدخل، يحافظ على الكرة خارج المرمى. إبراهيم. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. اعتراض ناجح للكرة. الدعم يأتي في هذه اللحظات. تمريرة بدون تركيز وبالتالي كرة مقطوعة تذهب للفريق الآخر. الآن يحدث التغيير من الطرفين، واضح البحث عن بعض التغييرات داخل أرضية الملعب وضغط دماء جديدة. يبحثون عن التعادل من هذه الركنية. تسديدة محاولة على المرمى لكن ما كانت خطيرة بصراحة. شوف التسديدة قوية نعم لكن بعيدة وبدون دقة. الاتحاد يفقد الكرة. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. ضربة حرة تحتسب لمصلحة فريق أبها. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة البدلاء في اللحظات القادمة. اقتربت صافرة نهاية الشوط الأول والنتيجة حتى الآن التقدم لمصلحة الزوار. علينا بأن نعترف بالقوة الدفاعية الكبيرة للفريق طوال هذه المباراة والحفاظ على نظافة شباكة. مهم الآن تحتاج أن تكتمل وأعتقد بأنهم قادرين على ذلك. هجوم من الاتحاد. انتهت المحاولة، الكرة مع الفريق الآخر. الكرة في التماس في هذه اللحظات. الآن إلى دكة الاحتياط بعد قرار التبديل في هذه اللحظات. في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق للضيوف في لقاء اليوم. الفوز بفارق هدف مثل الفوز بنتيجة عريضة. اليوم كان فوز صعب لكن في النهاية هذا
سيداتي نساتي سادتي، تحياتي لكم أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، أجواء أجمل قبل انطلاقة هذا اللقاء. محدثكم من كابينة التعليق فارس عوض يتمنى لكم مباراة ممتعة، ونلتقي هنا في مباراة منتظرة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق الفيحة السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين، ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر، العرضية في وسط المنطقة، دقة كبيرة من مساعد حكم المباراة في هذا القرار. شوف اللاعب اللي كان متقدم بسنتيمترات قليلة عن آخر مدافع في اللقطة لحظة لعب الكرة، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. تسويبة قوية هنا، والكرة تضرب في العارضة، اللعب مستمر الآن، والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. يا سلام على هذه الإثارة، فرصة خطيرة، لكن العارضة تتدخل وتبعد هذه الكرة، ولكن سيحاولون بمحاولات قادمة. سخط جماهيري من أجل التسديد، يا رب هدف من نصيب الفيحة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء، وضربة رأسية بتروح بعيدة جدا، لم تشكل أي تهديد. من جديد كرة عند نادي الفيحة، كوينتريراس، تمركز يساعد كثيرا في استخلاص الكرة، الآن فرصة حقيقية للتسجيل، فرصة للتعزيز تقدمهم من خلال الضربة الركنية. تلعب في عمق الثمنتاش، ضربة مرمى بعد ما كانت فرصة كبيرة جدا للتسجيل وزيارة الشباك. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الأول هنا، ضربة بداية الشوط الثاني عند الاتحاد، لا
نعم الفريق متأخر، لكن ذلك لا يجعله يتسرع في البناء الهجومي، لكن يفشل بناء الهجمة قبل أن تتحول إلى فرصة خطيرة. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. ركلة حرة إذن لمصلحة الفيحة، تغيير وجري نادي الاتحاد. الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. الله على كرة ينزل فيها يبعد الكرة بدون خطأ. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. ربما يأتي التعادل من الركنية. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. فشل في الحفاظ بالكرة. تصويبة في مكان. تصدي جميل من حارس المرمى. تركيز كبير. تمركز سليم. ردة فعل رائعة. الله على التصدي. نجح في المرور والعبور هنا. هنا تبدل الاستحواذ. روميرو بيعدي فيها، يتقدم فيها. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، ينتبه ويتصدى بدون أي مشاكل. شوف اللاعبين وحركات الإحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. ضربة زاوية أخرى. بيلعب للكرة في منتصف ال 18. مستحيل هذا التصدي. الله على الكرة، رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس يبعدها. حلو التدخل والكرة رمية تماس. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين في العودة إلى مراكزهم. تدخل هنا واستعادة الكرة من جديد. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل في وقت مثالي. يتدخل بشدة الكرة، بيخلصها في اللقطة الماضية. كونتريراس، آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم اللعب. يا الله، مستحيل مستحيل، عادوا في النتيجة في توقيت قاتل. نشوف كرة الهدف من جديد. شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري ومن مسافة قريبة من المرمى، يعني بأن الهدف مضمون هنا. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. بينية تضرب خط الدفاع. مجهود كبير في التسديد وتروح الكرة فوق العارضة. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت بالتأكيد والتعادل. يمكن أن تكون هذه الفرصة هي فرصة المباراة. نصل الآن مشاهدينا إلى نهاية المباراة، والصافرة تعلن عن تعادل الاتحاد هنا. يا له من سيناريو للخروج بهذه النتيجة وتعديل الكفة في الدقائق الأخيرة في هذا اللقاء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق الشباب السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. نتمنى بأن تكون مباراة مثيرة قوية غير عادية معبرة عن قيمة الحدث وعن قيمة الفريقين. ياخذ وقته الكامل هنا في بناء الهجمة. الكرة في المرمى، الهدف لم يتأخر كثيرا هنا، هدف مبكر لافتتاح النتيجة. كرة كانت مستحيلة، راحت في الزاوية الصعبة، في الزاوية 90، من يستطيع إيقافها؟ هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الحكم يعطي إتاحة الفرصة لهجمة الاتحاد. التدخل كان سهل هنا، يتجاوز الدفاع وينطلق ويتقدم بدون رقابة. الآن يستعد لتنفيذ الركنية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. متأخرين في النتيجة، لكن مع ذلك يلعبون بهدوء كبير جدا في الملعب. كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. كانت قريبة، لكن التسلل موجود. مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. مساحة على الطرف، قد يستغلها فريق الشباب. تسديدة خطيرة. يا الله، يعودون في النتيجة. سجل التعادل، عادوا للقاء من البداية. مستحيل ما يحدث. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. علي، تصويبة قوية هنا، حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو. بيلعب لكرة في منتصف ال 18. ما زالت الخطورة هنا. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. الاتحاد الأكثر استحواذاً على الكرة في هذه المباراة، لكن بشكل عام الأداء لا يعجب هذه الجماهير، لأنها تبحث عن الفوز، تتكلم عن الفرص، الفرص قليلة على المرمى. نتيجة حتى الآن تعادل. الاستحواذ إذا ما كان إيجابي يكون نقطة ضعف على الفريق بالتأكيد، أن يسرع من رتمه. فرصة للتقدم في المباراة. كرة بتعدي من فوق العارضة، نجاح كبير لحارس المرمى.
تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. هنا ممكن فرصة بعد ضغط عالي ناجح. رأسية ملعوبة، الله على تصدي خرافي من حارس المرمى. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. الله على روعة التدخل في هذه اللقطة. الوقت بدل الضايع المحتسب، دقيقتين فقط. هنا في مكان خطير. يا رب، كرة في المرمى وهدف التقدم من جديد. شوف الإعادة، شوف كيف تمكن من التغلب على المدافع، شوف كيف وضع الكرة في المرمى. تتكلم عن المهارة، تتكلم عن الاستغلال. الله على النهاية. والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. مباراة تبدأ بأقدام لاعبي العميد. ياخذ وقته الكامل هنا. ركلة بداية الشوط الثاني لنادي الشباب. ريزو، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. والشباب يفقد الكرة. ريزو، هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة، لكن تفشل الهجمة في تشكيل أي خطورة على المرمى. تصدي ممتاز من حارس المرمى. اللياقة من أهم نقاط قوة الحراسة، وهنا ظهرت ببراعة وتبعد العرضية. هنا تحول هنا في الاستحواذ. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. ضاعت الكرة قبل أن تستغل. هذه هي، والتصدي في منتهى الروعة. تبديل في صفوف الشباب. تلعب في عمق ال 18. تسلل يحتسب والقرار سليم. يقترب الشوط الثاني من المباراة من النهاية، والنتيجة تشير لتقدم الضيوف حتى الآن. التماسك مطلوب مشاهدينا الآن من أجل الحفاظ على التقدم في النتيجة. الأولوية يجب أن تكون للتركيز الدفاعي في هذه اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. هذه هي الواقعية التي يجب التفكير فيها لحسم الفوز. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جداً. 4 دقائق مشاهدينا تصلنا عن صافرة النهاية.
عرضية إلى العمق والكرة تبعد هنا. علي آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم اللعب، الله على محاولة بناء هذه. تنتهي المباراة مشاهدينا في هذه اللحظات وينجح الزوار في تحقيق الفوز. التنافس كان قوي من الطرفين في الملعب، فوز صعب واحتمال.